ولتوضيح قرار المحكمة الرياضية أكثر، كنا قد اتصلنا في نشرة سابقة بالباحث في الشؤون الرياضية الدكتور منصف اليزغي، ووفانا بالقراءة التالية حول هذا القرار المنصف للكرة المغربية. لم أكن أتوقع ذلك، وفعلا كنت دائما أقول بأنه الأمر سيكون شاقا، لكن ثبت أمر أساسي هو أنه إذا كان المفاوض المغربي في شهر أكتوبر الماضي عندما تقدم بملف تأجيل الكاف كان مفاوضا ضعيفا وبملف ضعيف جدا كانت تقود وزارة الشباب والرياضة آنذاك، فإنه الذي اتضح الآن هو أنه لدينا مفاوض قوي تقوده جامعة كرة القدم، وبالتالي إذا كنا البعض ينتقد الجامعة في بعض الأحيان لبعض سلوكاتها، فالآن نقول بأنه الجامعة نجحت في مهمة وطنية وليست مهمة تقتصر عليها هي فقط، نجحت بملف قوي بمفاوض قوي وبترتيبات قبلية جيدة، والنتيجة كما تعلمون العبرة بالخواتم. الآن نحن أمام قرار من أعلى سلطة تقريرية على المستوى الرياضي لا يمكن استئنافه وما على الكاف إلا الانصياع إليه. إذا بداية نحن متفقين أن قرار اليوم قرار طاس لا يشمل الغرامة المالية 80 مليون دولار، يجب أن نتفق هذا الأمر لأن البعض تحدث كما لو أن تم تخفيض العقوبة المالية من 9 مليون دولار إلى 50 ألف دولار، إذا نعم. هذا توضيح كان من الضروري أن نوضحه. بالنسبة للغرامة المالية التي ستنظر امام محكمة التجارية بباريس وفق العقد موقع بين المغرب والاتحاد الافريقي بخصوص تنظيم كأس افريقيا 2015، يتوجب ان نعرف شيئا اساسيا، الامر يتعلق بضبط هذه المصاريف، كيف كان بامكان الكاف ان تقرر في قيمة هذه الغرامة المالية وهي في الوقت الذي لم تنتهي فيه كأس افريقيا بعد، بل امر كذلك كيف تم احتساب هذا المبلغ، هل هو امر جسافي او هو فقط رقم اطلق على عواني، خصوصا انه احتفظت الكاف بنفس المحتضرين بنفس المستشارين وايضا بنفس النقص التلفازي، ولم يكن هناك ضرائب الا بالنسبه على الاقل بالنسبه للتذاكر او شيء من القبيل، اذا 980 مليون دولار كان امرا مفزعا، كان امرا كبيرا، والان ربحنا الشق الرياضي اي نصف المعركه، الان ستنطلق نصف المعركه الاخرى التي تنبني على الدخول في ضبط حساب الغرامه التي انفرض الاتحاد الافريقي، واعتقد انه قرار لوزان اليوم يحيلنا على ان نكون متفائلين بخصوص قرار مستقبلي للمحكمة التجارية بباريس.